مشاركتكم لنا في هذا الحفل، فأهلا وسهلا ومرحبا. التكريم كان ما بس بهي المنطقة، ما بمحافظة ريف دمشق كغوطة شرقية، موجود بكل المحافظات السورية المحررة، موجود بإدلب، بحلب، بحمص، باللاذقية، بدرعا، بالقنيطرة. طبعا ليش؟ لأنه نحن كمنظمة واحدة موجودة على مستوى المحافظات السورية عم نقوم بتكريم العنصر، عنصر الدفاع المدني الجريح اللي تصاوب أثناء قيامه بواجبه الإنساني بمكان الاستهداف، هو بنقله للطفل وللامرأة وللرجل، من مكان الاستهداف للمراكز الطبية. استهدافه بطريقة ممنهجة ومكثفة من قبل النظام السوري، استهداف الممنهج والازدواجي على عناصر الدفاع المدني، واستهداف أيضا مراكز الدفاع المدني. الآن حفل إفطار لهؤلاء الكوادر وهؤلاء المتطوعون، متواجد معهم المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني، المجالس المحلية متواجدة، محافظة ريف دمشق، نائب رئيس الحكومة الأستاذ أكرم طعمي موجود، الشرطة موجود، المكاتب التعليمية موجودة، المكتب الطبي موجود، كل هذه الوجود موجودة الآن لتشارك هذا الإفطار وهذا الحفل الصغير بالنسبة للدفاع المدني السوري وعناصر الدفاع المدني السوري بالنسبة للجرحى. تصالحت عن نفسي ونيابة عن إخواني بالدفاع المدني السوري بأن أتقدم بخالص الشكر والإعتذار والتقدير إلى جمعكم هذا.